Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to welcome the opening statement by His Excellency Dr. Mustafa Medbouli, Prime Minister of the Arab Republic of Egypt. Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظين والسفراء وممثلي الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية، السيدات والسادة الحضور، بداية اسمحوا لي أن أنقل لسيادتكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي حرص على توجيه كلمة لهذا الاجتماع الهام من منطلق اهتمام الدولة المصرية قيادة وحكومة وكافة المؤسسات بالعمق الأفريقي والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063 وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها. وأتشرف بأن أقف معكم اليوم نيابة عن فخامته لإلقاء كلمته. السيدات والسادة، إن استضافة جمهورية مصر العربية لاجتماع الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية تعكس التزام مصر بكل ما يحقق رفعة شأن قارتنا في إطار تحقيق أجندة أفريقيا 2063، وكذلك في إطار سعي مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحي التنموية والحضرية والاقتصادية أو الأمنية والسياسية لخدمة دولنا وحكوماتنا الأفريقية، حيث تعد البنية التحتية والنمو الحضري وإتاحة الفرص لحياة كريمة للمجتمعات المحلية هي الأساس لمواجهة التحديات التي تواجهها أفريقيا. وإذ أثني على ما توصلت إليه اجتماعات السادة الوزراء في إطار هذه اللجنة الهامة على مدار الدورات السابقة، وأثمن الجهود الكبيرة للخبراء المشاركين في مجموعات العمل خلال هذه الدورة، فإنني أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية هي السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا، كما إنه متطلب رئيسي من متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مجتمعاتنا المحلية في الوقت الراهن وفي المستقبل. ومن هذا المنطلق فإن مصر كانت حريصة دائما على المشاركة ودعم التجمعات والفعاليات والمنتديات الأفريقية المعنية بالتنمية المحلية، ونحن نعتز في هذا الصدد بمشاركتنا في منظمة المدن والحكومات الأفريقية واستضافة مقرها هنا في القاهرة، كما نعتز بمساهمتنا في إطار الاتحاد الأفريقي في مناقشة وتطوير واعتماد المواثيق ذات الصلة بالحوكمة المحلية واللامركزية وإدارة المرافق العامة. ويكتسب التوجه نحو دعم الإدارات المحلية واللامركزية وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات أهمية كبيرة في ظل متطلبات العمل المناخي ومقتضيات التعامل مع تحديات تغير المناخ، وهي التحديات التي ستتأثر بها قارتنا الأفريقية أكثر من غيرها، على الرغم من أن مسؤولية أفريقيا عن مشكلة تغير المناخ تعد محدودة للغاية بالمقارنة بغيرها من مناطق العالم. لذا فإن مصر وفي سياق استعداداتها النهائية لعقد قمة المناخ العالمية COP27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، والتي تستضيفها نيابة عن القارة الأفريقية ككل، ستكون حريصة تماما على أن تطرح التحديات والإشكاليات التي تواجهها القارة وحكوماتها المحلية ورؤيتها لدعم قدراتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ والمساهمة بفاعلية في العمل المناخي دون تأثير سلبي على حقوقها المشروعة في التنمية والنهوض، كما سيتم طرح مجموعة من المبادرات والمشروعات المتعلقة بالتكامل بين آليات الإدارة المحلية الأفريقية والتنمية المحلية المستدامة. السيدات والسادة، لقد استطاعت مصر خلال السنوات الثماني الماضية تحقيق نقلة تنموية غير مسبوقة على مستوى المجتمعات المحلية سواء الحضرية أو الريفية، وهي نقلة كان قوامها مشروعات البنية الأساسية العملاقة، إدراكا بأن البنية التحتية هي أساس تطوير الخدمات العامة
وبوابة العبور إلى التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد استندت الجهود المصرية في تطوير البنية الأساسية إلى مستهدفات أجندة القارة الأفريقية 2063، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات أداء مصر المتعلقة بأهداف الاستراتيجية، وأهمها المؤشرات المتعلقة بكفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية. ونحن نعتبر التطور في قطاعات البنية الأساسية خاصة شبكات الطرق والنقل في مصر جزء من البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية بما يتضمنه من مشروعات طموحة مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون ومشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، وهو ما يعد حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. السادة الحضور، إن ملامح التجربة التنموية المصرية وثيقة الصلة بالتنمية المحلية والتطور الحضري، حيث لم تتوقف فقط عند شبكات الطرق ومرافق الخدمات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية، بل تخطتها إلى صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة ارتكزت بالأساس على إعادة الاعتبار لمناطق العمران البشري لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وأكثر استجابة لعناصر الاستدامة والمرونة. وقد أعادت الدولة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية بما يتناسب مع مساحة مصر وحضاراتها وخصوصية موقعها وطبيعة التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث والمستدام، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلا عن القضاء على ظاهرة البناء غير المخطط والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للطرق والمباني المصرية بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية، وإيمانا منها بالتكامل بين الريف والحضر. وفي إطار اقتناعها بالعدالة الجغرافية، فقد أطلقت الدولة المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي يستهدف تطوير 4584 قرية في 22 محافظة وتحسين جودة حياة نحو 60% من سكان مصر، وهو ما سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة ومستوى معيشة القطاع الأكبر من المصريين، وهو ما دعانا لاعتبار هذا المشروع الطموح بمثابة مشروع القرن في مصر. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض جوانب هذا المشروع الضخم والذي ما كان من الممكن أن يتحقق لولا الإرادة القوية التي توافرت من أجل تنفيذ هذا الجهد التنموي الهائل لسكان الريف المصري بتكلفة ستتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه مصري. وأستطيع هنا أن أؤكد أن هذه التجربة الرائدة تتفرد في العديد من الجوانب، إذ تتضمن تدخلات متنوعة تغطي كافة الجوانب التنموية التي يحتاجها الريف المصري، بما فيها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مشروعات التعليم والمعرفة، مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها لا تقتصر على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية فقط، وإنما تشمل كذلك توفير وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية، سواء من خلال مشروعات يجري تنفيذها حاليا وتستقطب الأيدي العاملة في القرى وتوابعها، أو من خلال مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم قيمتها والتي تعمل على استغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية، بجانب توفير تدريب مهني للسكان وفتح مجالات عمل أمامهم بما يضمن استدامة التنمية. وهنا يسعدني أن أعلن استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة إلى الأشقاء من دول القارة، لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية. السيدات والسادة،
في ختام كلمتي أكرر ترحيبي بكم في بلدكم الثاني، وشكري على كل الجهود المبذولة من اللجنة الثامنة بالاتحاد الأفريقي وتطلعي لمخرجات هذه الدورة الهامة، وأؤكد على التزام الدولة المصرية بدعم كافة التوجهات الأفريقية المعنية بتحقيق التنمية المحلية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.